السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مجددا بتلاميذنا الأعزاء. ومع تصحيح 8 أعداد العقدية من الامتحان الوطني 2009 الاستدراكية. إذا السؤال الأول هو حل في السي المعادلة زد أس 2 ناقص 6 زد زائد 25 تساوي 0. إذا لدينا قلت هنا استعمال دلتا أو استعمال دلتا بريم بحال لدينا دلتا بريم. أنا نستعمل دلتا بريم لأنه سريع. يساوي ناقص 3 أس 2 ناقص 1 في 25. بالنسبة لي تطخيم يعني راه حتى هو ناقص بي أس 2 ولكن أو بي أس 2 ناقص بي بريم أس 2 ناقص أسي. إذا أ واحد هنا إذا تساوي 9 ناقص 25 يساوي ناقص 16. إذا المعادلة تقبل حلين عقديين مترافقين وما زد واحد يساوي ناقص عندك ناقص بي بريم ناقص جذر مربع أو ناقص إي جذر مربع ناقص دلتا على أ وليس اثنين أ. إذا ب هو ب بريم هو ناقص 3 لأن 3 انكسر غالبا في دلتا بريم تيكون عندي واحد. إذا 3 ناقص هنا دلتا هو ناقص 16 مع ناقص هي 16 زيد مربع 16 هو 4. إذا هنا 4 إي زيد 2 يساوي زد 1 بار يساوي 3 زائد 4 اي. اذا مجموعة الحلول هي 3 ناقص 4 اي و 3 زائد 4 اي. نعم هنا نقطة بالنسبة لحل المعادلة. ثانيا نعتبر في المستوى لان الامتحان كما ذكرت كما كنذكر راه غادي يكون عندكم عطونا هنايا النقط ا و بي و سي و سي و دي التي الحقها على التوالي ا لنعتبر عطونا ا يساوي 3 زائد 4 اي هو احد الحلول و بي يساوي 3 ناقص 4 اي الحل الثاني سي يساوي 2 زائد 3 اي و دي يساوي 5 زائد 6 اي. نعم السؤال الف الف لنحسب دي ناقص سي على ا ناقص سي. بالنسبة للدي 5 زائد 6 اي ناقص 2 زائد 3 اي على ا 3 زائد 4 اي ناقص 2 زائد 3 اي تساوي 5 زائد 6 اي ناقص 2 ناقص 3 اي على 3 زائد 4 اي ناقص 2 ناقص 3 اي. اذا كان القوس مسبوقا بناقص تتغير اشارته تساوي 5 ناقص 2 3 و 6 ناقص 3 اي 3 زائد 3 اي على 3 ناقص 2 1 و 4 ناقص 3 اي هي زائد اي. اذا تساوي هنا اذا لاحظنا بالنسبه للبسط هناك عامل مشترك 3 عامل لواحد زائد اي على واحد زائد اي الاختزال بواحد زائد اي وبالتالي نحصل على دي ناقص سي على ا ناقص سي
تساوي ثلاثة. ثم استنتج أن النقط A و C و D مستقيمية. إذن لنستنتج أن A و C و D مستقيمية لدينا D ناقص C على A ناقص C تساوي 3 تكافي زد D ناقص زد C على زد A ناقص زد C يساوي 3 وهذا عدد ينتمي إلى R. نعم إذا كان عدد ينتمي إلى R النقط مستقيمية أو باستعمال العلاقة اللي كنعرفها انطلاقا من السنة الثانية إعدادي أو من المستوى جذع مشترك علوم. يعني هنا غنحصلوا على المتجهة CD أو DC CD عفوا CD وهنا متجهة CA تساوي 3 يعني هنا غتولي عندنا 3 CA. إذا نستنتج أن النقط A و C و D مستقيمية. ب بين أن العدد العقدي P أحسن سؤال ب إذا بين أن العدد العقدي P إذا السؤال راه مكتوب في الامتحان. إذا P هنا هذه المرة التحاكي P صورة A بالتحاكي H الذي مركزه B ونسبته 3 على 2 يعني أن المركز هو بيك الصورة يبي. إذن بي بي المتجهة تساوي ك في بي أ هي ما عطوناش هما ال ام 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 بخيم صورة ام يعني بالنسبة لكيما شفنا في الدرس نعم كنستغلو العلاقة ديال التحاكي ولكن باستعمال النقط اللي عطينا. إذا هنا زد بي زائد زد بي تساوي ك عفوا هنا عفوا هي 3 على 2 يساوي 3 على 2 عامل لزد أ ناقص زد بي. بالنسبة لبي زد بي هي بي صغيرة تساوي وهنا عفوا ناقص هذه غادي نديها للجهة الأخرى. إذا هي 3 على 2 عامل لـ A ناقص B زائد B تساوي 3 على 2 عامل بالنسبة لـ A 3 زائد 4 E ناقص بالنسبة لـ B إذن هي ناقص 3 ومع هذا ناقص هذا غتولي زائد 4 E زائد 3 ناقص 4 E بالنسبة لـ B. هذه المعطيات. إذن P تساوي بالنسبة لثلاثة مع ثلاثة اختزال أتبقى عندي في الوسط 8 E و 8 مقسوم على 2 هي 4 و 4 في 3 هي 12 E زائد 3 ناقص 4 E. إذن P تساوي 3 12 ناقص 4 هي زائد 8 اي وهذا الشيء هو اللي كان مطلوب منا في السؤال. جيم اكتب على الشكل المثلثي العدد العقدي
D ناقص بي على A ناقص بي. لدينا D ناقص بي على A ناقص بي يساوي بالنسبة لـ D تساوي 5 زائد 6 إي ناقص بي. إذا ناقص 3 قلت بالنسبة للتلاميذ اللي مازال عندهم مشكل في الحساب يوضع ناقص ويوضع القوس. إذا هي ناقص القوس كيدخل هنايا ناقص 3 ناقص 8 إي على A 3 زائد 4 إي ناقص 3 ناقص 8 إي تساوي 5 ناقص 3 2 6 ناقص 8 ناقص 2 إي 3 ناقص 3 اختزال و 4 إي ناقص 8 إي هي ناقص 4 إي. إذا بالنسبة لهنايا ممكن نختزل بإثنان أو ممكن مباشرة باش نحيد إي نضرب في الـ في الـ في إي هنا باش نحيد إي. إذا غير هو ملاحظة بالنسبة لشكل المثلث راه كاين طرق ماشي زعما غير هاد الطريقة هادي. يعني دابا بالنسبة لهاد الحالة ديالي أنا كنو باغي نوصل نوضع دي ناقص بي على أ ناقص بي الشكل الجبري ديالها كما العادة عاد نحدد الشكل المثلثي. ممكن تحدد الشكل المثلثي ديال البسط وتحدد الشكل المثلثي ديال المقام ولكن كاين قواعد وتابع. إذا دي ناقص بي على أ ناقص بي تساوي قلت أنا غادي نضرب في إي. إذا إي عامل لإثنان ناقص إثنان إي على ناقص 4 إي في إي. هنا النشط واللي عندي هي إثنان إي و زائد في ناقص ناقص إي في إي هي ناقص 1. إذا مع ناقص هنايا تولي زائد 2 على إي في إي ناقص 1 ومع هذا ناقص تولي عندي 4. إذا دي ناقص بي على أ ناقص بي يساوي 2 على 4 نكتبو على الشكل الجبري المعتاد هو أ زائد إي بي. إذا 1 على 2 زائد 1 على 2 إي. دابا كتبنا الشكل الجبري. إذا المعيار ديال دي ناقص بي على أ ناقص بي يساوي هو جد مربع. يعني المعيار ديال هذا جد مربع 1 على 2 الكل أس 2 زائد 1 على 2 الكل أس 2. إذا تساوي باستعمال الآلة الحاسبة تحصلوا على جد مربع 2 على 2 لأننا داش غنحصلوا على 1 على 2 جد مربع 1 على جد مربع 2 هي جد مربع 2 على 2. إذا دي ناقص بي على أ ناقص بي يساوي جد مربع 2. دائما المعيار اللي كنحصلوا عليه كنعملوا به بالنسبة لهذا العدد هذا واللي كنعملوا به كنقسموا عليه. الله يرضى عليكم ردوا البال وهذا الشيء غيكون مسهل. 1 على 2 هذا على المعيار جد مربع 2 على 2 زائد نفس الشيء 1 على 2 على جد مربع 2 على 2 هنا اي 2 مع 2 غتختزل هادي غيبقى عندي 1 على جد مربع 2 1 على جد مربع 2 راه هي جد مربع 2 على 2. ردوا لها البال مزيان. إذا أكمل دي ناقص بي على أ ناقص بي يساوي
جي دمر با اثنان على اثنان عامل جي دمر با اثنان على اثنان زائد اي جي دمر با اثنان على اثنان يساوي جي دمر با اثنان على اثنان عامل بالنسبة هنا الكوس هي بي على اربعة زائد اي سينس بي على اربعة هذا هو الشكل المثلثي ديال العدد اللي مطلوب منا ثم استنتج قالك ان بي على اربعة قياس للزاوية بي ا بي دي وان بي ا تساوي جذر مربع اثنان بي دي اذا هنايا لنستنتج دابا عندنا الشكل المثلثي الشكل المثلثي كيتضمن الشكل المثلثي كيتضمن المعيار والعمدة الذين المعيار ديال زد بي او زد دي ناقص زد بي على المعيار ديال زد ا ناقص زد بي هذا يساوي جذر مربع اثنان على اثنان المهم هذا هو المعيار هما طالبين منا نحصل على واحد الساعه معينه والعمده دي ناقص بي A ناقص P هذا يوافق P على 4 بترديد 2 P هذا العمد اللي نطلب منا حنا حصلنا عليها إذا هنا هذا دي بي ولا بي دي بحال بحال لأن المسافة ماشي مشكلة ما نقراهمش في المتجهات إذا كما طلبنا منهما دي بي او بي دي بي دي بي دي على بي ا يساوي جذر مربع اثنان على اثنان هيا او كتساوي واحد على جذر مربع اثنان على حسب داكشي اللي بغيت انايا نعم هادي راه هي واحد على جذر مربع اثنان وهنايا راه هي الزاويه الموجهه الزاويه الموجهه هنا ما يتقلبوش لان غيكون عندنا متجهات اذا كنبدا من هذه هي بي ا بي ا و بي دي توافق بي على أربعة بالنسبة لهنايا جداء الطرفين مع هنا يساوي جذر وسط هنا غتولي عندي بي اف واحد هي بي ا تساوي جذر مربع اثنان بي دي الزاوية المواجهة نعاودو نكتبوها بي دي يوافق بي على اربعة بترديد اثنان بي منساهاش بي على اربعة بتقدير 2 بي اذا نستنتج ان بي على 4 قياس للزاويه الموجهه لي بي ا PD وأن PA مسافة PA تساوي جذر مربع اثنان مسافة PD إذا نتمنى إن شاء الله هذا يكون واضح هذا يكون واضح عفوا قلت دائما الآلة العقدية خص القواعد يكون مضبوطين إذا نتمنى قلت يعني يكون الاستعداد جيد وإن شاء الله ما غيكون على خير بالنسبة للامتحان الوطني إذا ما تنسوش الاشتراك بالقناة الله يرضي عليكم كدعم لنا وإلى اللقاء في فرصة قادمة.